الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحقيقة أعاد صياغة مفهوم منظمات المجتمع المدني، أعاد صياغة مفهوم مكافحة الإرهاب ومفهوم حقوق الإنسان أمام العالم من خلال العديد من جولاته الدولية، من خلال العديد من المؤتمرات الدولية اللي تم إقامتها في شرم الشيخ، يمكن أبرزهم طبعا منتدى شباب العالم وهذه الفكرة العظيمة. بتشوف ده تأثيره إيه أو انعكاسه إيه في ضوء القمة العربية الأوروبية؟ هو الحقيقة أنه أهم نقاط يمكن اكتشافها فيما يتعلق بوجهة نظر مصر فيما يتعلق بالقضايا المطروحة هو أنه طوال الفترات تقريبا العقد الماضي كله، أو احنا داخلين على عقدين في القرن 21، كان طول الوقت في طرح لإعادة النظر في بعض المفاهيم وبعض التفاصيل. أن العولمة بتفرض نفسها، أن العالم ما أصبحش مجرد دول منفصلة، أن أي دولة في العالم أو أي منطقة بتحدث فيها تأثيرات صراعات أو غيره بتؤثر على باقي المناطق. زي ما انت طرحتي فكرة انه اعادة صياغة افكار المجتمع المدني، وانه الافكار انه في قضايا زي حقوق الانسان لا تتركز حول مجموعة من التفاصيل او المفاهيم، ان حقوق الانسان بمفهومها الاوسع، لانه حتى في الميثاق الدولي لحقوق الانسان حق الحياة، حق العمل، حق التحرك، حق السفر. وبالتالي ففكرة انه طول الوقت كانوا يقولوا هو البيضة ولا الفرخة، بمعنى انه الاستقرار الامن ولا التنمية، الاثنين مرتبطين ببعض ويجب ان يسيروا في توازي. ودي وجهة نظر مصر، انه الشخص الفقير الجائع من الصعب السيطرة عليه، يمكن ان يتجه الى هجرة غير شرعية، يمكن ان ينخرط في تنظيمات ارهابية، بالاضافة الى فكرة الفكر والثقافة، بمعنى انه الوعي، وعي إدراك الإنسان بالدولة وبحقه في هذه الدولة، حصوله على هذه الحقوق وحصوله على التنمية وحصوله على ثمار التنمية بيقلل من فرص الانخراط في الهجرة غير الشرعية وغيرها.